أفكار كتيرة ملخبطاني وفي مشاكل موقعاني، اتعملت محكمة في مدرستي علشان الحكم في مشكلتي، وأنا راضي بحكمها عليا هيكون صح أكيد 100%. شوف الحكم على التلاميذ، محكمة في محكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمة في مدرسة معمولة وأحكامها سهلة محكمتي في مدرستي وليها الحكم والعدل فيها هو الأهم. نفسي يكون الحكم خفيف والقاضي ما يكونش عنيف، ومدام محكمتي في مدرستي إن شاء الله هاخد براءتي. شوف الحكم على التلاميذ، في محكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمة في مدرسة معمولة وأحكامها سهلة المحكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمتي في مدرستي. اشمعنى رجاله بس يا سي جورج؟ واحنا مالناش نفس ولا ايه؟ انت رجاله برضه يا مي. يا سلام يا سلام، لما يا خير سما اللي تنزل منا. بس انتوا تفضحونا ولا ايه؟ انا ما اشوفهمش هما بيسرقوا، شافهم هما بيقسموا. انا البيت هيبقى فاضي النهارده عندي من الساعه 7 ل 9. وهو ده عايز الطلب يا سلام. مين بقى معانا ومين علينا؟ احنا علينا مش معانا، عشان عندي درس في المعده. امال بس احنا سبع رجاله وتتخانقوا؟ خلي يومكم يعدي وعندم فيك، انا جايه النهارده وهتفرج معاكم. ماشي يا معلمه. المهم الليلة دي يا سلمى، انت متأكدة ان البيت هيبقى فاضي؟ ايوه يا ابني ما تخافش، مفيش غير انا وكارو. انتوا طبعا عارفين كارو اللي هيحصل. ماشي يا رجالة ويا ستات برضه، نفاش انا مش بالليل. استاذ امل يا جورج، زي المرة اللي فاتت انت زروني بالمرة اللي فاتت، ما قلنا ان وليد قال لي عنده حاجة احسن من كده، افتكرت هيجيبها واتكلنا على بعض. بس بس بس، المهم الليلة يا سلمى. ها مين كان عليه الدور يجيب الفيلم النهاردة؟ انا. يا عم انت تاني، ما بلاش. يا سلمى الواد ده جاب حاجه عتله ولا زي كل مره؟ ايوه يا شيخ، يا رب تكون استذوقت المره دي وجبت حاجه عتله. انا اجيب الديب من ديله. فيلم مصاص الدماغ يواجه الزومبي. خد عندك. لا شكلك استذوقت المره دي يا جورج. بقول لك يا سلمى، هو فين كارو؟ اصل فين البنت دي؟ وحشاني جدا. جوه بتتفرج على فيلم كرتون. خد عندك يا عم، فيلم كرتون. ما هو ده اخرها، هو ده اخرها. بقول لك ايه، ما تجيبيها وخلي قلبها يجمد شويه وتسترجل كده. على رايك يا احمد، بس هو فين باباكي ومامتك يا سلمى؟ لا لا ما تقلقش، مش هيجوا دلوقتي خالص. كارو يا كارو. تعالي يا بنتي اتفرجي معانا على الفيلم التحفه ده. فيلم ايه ده يا سلمى؟ فيلم اجنبي تحفه. رعب برضو؟ ما انت عارفه ان انا ماليش في الكلام ده. يا جبانه. جبانه. يا عم كلنا عارفين انها جبانه. ايه جبانه؟ انا مش جبان. امال مش عايزه تتفرجي معانا ليه؟ عشان الافلام دي للكبار وبس. ما احنا نفسنا كبار، لو انت شايفه نفسك عيله دي حاجه تانيه. انا مش عيله. يا عيل؟ انا مش عيله. يا عيل؟ انا مش عيله. عيله؟ انا مش عيله. خلاص اثبتي بقى. ماشي حاسبك، شغلي الفيلم. النور ليه يا كارو؟ اقفلي النور بقى، عايزه انام. لا اصل
اصلا خايفه بقى من الاخر، انا سامعه اصوات غريبه ومش عارفه هي جايه منين، والنور بيخلي العفاريت تختفي. عفاريت يا بنت انت؟ مفيش حاجه اسمها عفاريت، مع عفريت الا بني ادم، واللي يخاف من العفريت يطلع له. ما هو كل من الافلام الرعب اللي انت بتجيبها لنا من اصحابك دي مليانه دم وعفاريت وبلاوي منيله، وبعد كده تقولي لي مفيش حاجه اسمها عفاريت. اديكي قلتي افلام، يعني تمثيل في تمثيل، فهمتي؟ ما هو يا اما تيجي تنامي جنبي يا اما انام الليل كله والنور منور. نعم انام جنبك؟ يعني ضمنت اني مش هنام الليل بطوله. ما هو يا اما كده يا اما مش هطفي النور، انت حر. يا بنتي يا بنتي ورانا مدرسه الصبح، الساعه بقت 3 الفجر. ده انت مصممه بقى. طب بصي انا عندي حل وسط، ننور نور الحمام وهيدخل نور هنا برضو عشان العفاريت بتاعتك تختفي. ماشي ماشي. هيبقى فيها الجاني والمبني عليه الاثنين متهمين، لان هما الاثنين اشتركوا في موقف واحد وهما الاثنين اخوات، والحاجه الغريبه بقى ان هما الاثنين ارتكبوا كل واحده فيهم غلطه فظيعه. لا لا ارجوك يا مصطفى بالراحه كده عليا واحده واحده، لان في الحقيقه انا مش فاهم ازاي اثنين اخوات وازاي والاثنين متهمين في نفس الوقت. انا هحكي لحضرتك كل حاجه. يا ريت. خير يا دكتور؟ طمني ارجوك. الحاله اللي قدامي دي انهيار عصبي حاد ولازم تتنقل المستشفى حالا. ايه يا حبيبتي يا بنتي؟ انتي السبب، انتي السبب، اختك ضاعت بسببي. سامحني يا رب، سامحني يا كورو. وطبعا الصدمه كانت قويه جدا على الاثنين في وقت واحد. طيب وانت عرفت الحكايه دي ازاي يا مصطفى؟ انا عرفت لما مس فاطمه قالت لي ان هما بقالهم كام يوم ما جوش، خصوصا ان والدهم جه وجاب شهاده مرضيه لكارو. هما البنتين في فصل واحد؟ لا يا فندم، سلمى عبد الفضيل في ثالثة رابع اعدادي، وكارو اختها الصغيره في سته ابتدائي. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ اتصلت بولي امرهم وعرفت كل الحكايه، واتفقنا ان احنا هنعمل محاكمه يوم الجمعه الجايه باذن الله، خصوصا ان كارو الحمد لله حالتها اتحسنت ورجعت كويسه الحمد لله لحالتها الطبيعيه. طب وليه بقى الاثنين غلطانين؟ انا شايف ان في الحاله دي هي غلطه سلمى وبس. كارو غلطت في خوفها الفظيع قوي ده، زي ما سلمى غلطت في انها عملت كده في اختها. عندك حق يا مصطفى، والحقيقه انا موافق على رايك ان الجاني والمجني عليه يبقوا الاثنين متهمين في تهمه واحده. اهلا اهلا مس صفاء. ازي حضرتك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه والمدام والاولاد عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. ايه يا ترى الزياره السعيده دي؟
جايه برضو استشاره لحد من الاولاد ولا جايه تسالي عليا؟ دايما كده بتحرجني يا دكتور. انا عارف مفيش حاجه في دماغك غير الاولاد. يا ستي ربنا يخليكي سبب خير للاولاد ولاهاليهم. ايه يا ترى بقى النهارده المشكله اللي عندك؟ انا عايز اسال حضرتك يا دكتور نادر، ازاي اقدر اخلص طفل من عقده خوف اتربط معاه من صغره؟ شوفي يا ميس صفاء، عقده الخوف عند الطفل ليها عده اسباب. احيانا الكبار بيخوفوا الطفل وهو صغير بحاجه معينه عشان خاطر يبقى مطيع ويسمع كلامه. يخوفوه مثلا بالحقنه، بالعسكري، بالعفريت، ايا كان، فده بيربي عقده عند الطفل. والتريقه على الطفل الخواف بيزود العقده مش بيعالجها، وتخليه ما عندوش ثقه في نفسه. واحيانا النزعات العائليه وافتقاد الحنان يؤدي الى شعور الخوف عند الطفل، ويخليه يحاول ان يجذب انتباه اللي حواليه بالخوف ده. العلاج يبقى بكذا طريقه. اول حاجه ما نتريقش على الطفل، لكن نناقشه في الحاجه اللي بتخوفه ونعرضه ليها بتدريج خفيف في وجود امه. ده هيخليه يواجه مخاوفه في وجود عنصر الامان بتاعه اللي هو مامته. نجيب له افلام تناسب سنه فيها اطفال شجعان يعملوا حاجات شجاعه، لان هو هيحاول يقلدهم في شجاعتهم. اهم حاجه نراقبه من بعيد في حياته وفي الافلام اللي بيتفرج عليها، لان ممكن تكون هي دي مصدر الحاجات اللي بتخوفه. نبعده عن اي مشاحنات عائليه تماما. تشجيع الطفل وبالتدريج خليه يكتسب الثقه بمهاراته الشخصيه اللي هي الرسم والرياضه والشعر. انا بجد مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا دكتور، ولا مش عارفه اقول ايه برضه. مش عارفه غير بس اني اشكر ربنا انه بعت لنا دكتور موسوعه زي حضرتك. لا ده كتير قوي عليا، ولا موسوعه ولا حاجه، ده الواحد بيحاول يتعلم يعني. ميرسي جدا يا دكتور، الف شكر، واسفه اذا كنت ازعجت حضرتك، ومعلش يعني اذا كنت تعبتك معايا. لا ما تقوليش كده، ما تزعلنيش منك ولا في ازعاج ولا اي حاجه، انا تحت امرك انت والاولاد في اي وقت. ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي جدا. شكرا، باي باي. باي باي. محكمة. اتفضلوا. فتحت الجلسة. جلسة اليوم غير عادية، لأننا سوف نناقش مشكلتين في وقت واحد، لأنهما حدثتا في نفس الوقت ونفس المكان ونفس الأشخاص. اتفضلي يا ميس صفاء. سيرة القاضي، حضرات السادة الأفاضل أعضاء المحكمة. طبعا كلنا عندنا فكرة مسبقة عن القضية وملابساتها، واسمحوا لي أقول لكم إن كل من الجاني والمجني عليه مذنبين النهاردة. أولا كارو، والخوف الرهيب الذي تشعر به طوال الوقت، متناسية وجود الله والإيمان به وأنه يمنع عنا أي أخطار، ده في حالة وجودها. ثانيا تسمح لخيالها ولتهيؤات الرعب أن تسيطر على عقلها. ثم سلمى. ميس صفاء خلينا نناقش موضوع موضوع، كل على حدة. كملي من فضلك في موضوع كارو ثم نبدأ في موضوع سلمى. حسنا سيد القاضي، إن موضوع الخوف كما قلنا من قبل هو دليل مؤكد على عدم ثقتنا وإيماننا بالله، وهو ليس مجرد مشكلة تنغص على الإنسان حياته وعلى من حوله أيضا، بل هو بالأكثر خطية. فالخوف يشل الإنسان ويعذبه، لذا فإن كارو تعاني بالفعل من عقوبة فظيعة، ولكن هذا لا يمنع كونها متهمة. الدفاع يتفضل. لو تسمح لي سيدي القاضي، على الرغم أني متهمة لكن أنا هكون الدفاع بتاع كارو. اتفضل يا ميحه، افتح لها القفص. اتفضلي، اسمك وفصلك. سلمى عبد الفضيل، ثالثه رابع. الدفاع يطلب الرأفة مع موكلتي، نظرا لان المتسبب الاساسي في المشكله هي الاخت الاكبر لها اللي هي انا، لانها كانت بتجيب افلام الرعب دايما وتجبرها انها تشاركها الفرجة عليها. مش بس كده، ولما كانت كارو صغيرة كنت دايما بحب اخوفها واخدها انا واصحابي على اساس ان دي شطارة مننا. كنا بنهرج كتير وبناخدها على انها هزار،
بس ما كنتش اعرف ان ممكن ده يخلي اختي في يوم من الايام يحصل لها كده، وافلام الرعب كمان. انا كنت فاهمه ان هي حاجه حلوه علشان هي للكبار فقط، كنت منشكح قوي لما الاقي مكتوب عليها كده وانا اتفرج عليها وما خافش. انا بطلب الافراج عن موكلتي لان الخطا كله كان خطاي انا. كارو، عايزه تقولي حاجه؟ انا عايزه اقول بس اني ما كنتش اعرف ان الخوف دي حاجه بتزعل ربنا، مش بايدي. اول ما كان النور بيتفي كنت بشوف كل الحاجات اللي شفتها في الافلام، وكمان غير الافلام كنت بتخيل حاجات مستخبيه تحت السرير وكمان هتطلع لي من الضلمه. مش ذنبي اني بحس بكده، مش بايدي اتحكم في نفسي. ولما كنت بحاول اقعد لغايه الصبح كنت بحلم بكوابيس، ده لو جالي نوم اساسا. ولما كنت في الحمام او في اي مكان لوحدي كنت بخاف جدا، وانا طبعا كنت غلطان ان انا ما اديتش ربنا عشان يقويني على خوفي ده، لكن انا استسلمت له. الدفاع او النيابه عندهم اي اقوال اخرى في تهمه كارو؟ شكرا يا سياده القاضي. اتفضل يا عم سميح، دخل سلمى في الاقص. الحكم اخر الجلسه. نادي على المتهمه الثانيه. المتهمه سلمى عبد الفضيل. النيابه تتفضل. هنا بقى يا سياده القاضي، اسمح لي، انا فعلا بطالب بتوقيع اقصى العقوبه على الطالبه سلمى عبد الفضيل، ذلك لانها ما فعلته مع اختها كارو ربلها عقده نفسيه رهيبه، والنيابه متاكده ان اعراض هذه المشكله ظهرت على كارو عده مرات خلال السنوات الماضيه، لكن المتهمه سلمى ما اهتمتش بل تمادت في خطاها، وكانت تساهم في تكبير عقدة الخوف عند أختها بأنها كانت تريها أشياء أكثر. أعتقد كلكم سمعتوا معايا اعتراف المتهمة بنفسها واللي قالته في الموضوع ده. الدفاع يتفضل. اسمك وسنك وفصلك. وليد حسين، 14 سنة، في فصل 3 رابع، وزميل سلمى منذ الطفولة. اتفضل. أولا يا سيادة القاضي، أحب أن أوضح أن النيابة الموقرة قالت أن موكلتي اعترفت بتهمتها، لذا فأنا بأطالب بتخفيف العقوبة وبحمل جزء كبير منها على البيت والمدرسة، مع كامل اعتذاري لطنط وأنكل وهيئة التدريس الكرام. أولا يا سيادة القاضي، سلمى لما عملت كده وكنا بنخض كارو وإحنا صغيرين، أنا متأكد أن في كلام كتير من ده كان بيوصل لأبوها وأمها والأبهاتنا وأمهاتنا كلنا، لكن محدش نصحنا، محدش قال لنا أن كده غلط، ولا كنا نعرف أن ممكن الحكاية تقلب بكده في يوم من الأيام. ثانيا، وحتى لو كان الكلام ده مش بيوصل للاباء والامهات فده برضو غلطهم، لان هما مش بيتابعوا ابنائهم ولا بيشوفوا الاحداث المصيريه اللي بتحصل في حياتهم، ولا المدرسه برضو تابعت اي حاجه. واكبر دليل على كده ان احنا كنا بنعمل المقالب دي في المدرسه في وقت البريك. الحاجه الثالثه يا سياده القاضي، والتي بستند عليها في الدفاع عن موكلتي، ان افلام الرعب اللي كنا بنشوفها واللي كنا بنجبر كارو انها تشوفها معانا كان باستشاره من سلمى، لان هي كانت بتقول لنا ان اختها بتخاف وقلبها ضعيف، فاحنا بما اننا اصحابها كنا عايزين ان احنا زي نقوي قلبها. ودي نقطه تانية ضد الكبار، لان هما مش بيشوفوا ابنائهم بيتفرجوا على ايه، ولو كان الحاجه اللي هما بيشوفوها دي صالحه ليهم او لا. لذا يا سياده القاضي، انا بأطالب بالبراءه عن موكلتي، والله الموفق. اتفضل. سلمى، عايزه تقولي حاجه؟ شكرا يا سيادة القاضي. النيابه تحب تضيف حاجه؟ ايوه يا سياده القاضي. اتفضلي. اولا احب احيي الدفاع على المرافعه بتاعته. ثانيا انا عايزه اسال واستجوب المتهمتين في بعض الاسئله. اتفضلي يا ميسفه. شكرا. كارو، هل انت اشتكيتي لبابا وماما قبل كده من اللي بيحصل من سلمى ده؟ ايوه، بس مرات قليله قوي. كان ردهم ايه عليكي؟ كانوا بيقولوا لنا العبوا مع بعض، واحيانا كانوا بيزعقوا لسلمى ويقولوا لها ما تعمليش كده تاني. وانت يا سلمى، لما بابا وماما كانوا بينصحوكي انك ما تعمليش كده تاني كنت بتعملي ايه؟ كنت ببطل كام يوم كده وانسى ونرجع نعمل فيها مقالب تاني. كارو، هل انت اتكلمتي مع اي رجل دين بخصوص الخوف اللي تحسي بيه دايما ده؟ لا، اولا لاني ما كنتش اعرف ان ده ذنب او خطيه، وكمان كنت مكسوف ان انا اكلم حد. شكرا يا سياده القاضي، النيابه تكتفي بهذا القدر. الحكم بعد المداوله. معقولة يا مصطفى كل ده يحصل واحنا مش حاسين خالص كده؟ احنا لازم نقرب من ولادنا، نقرب منهم بعقلياتهم هم مش بعقلياتنا احنا، عشان نقدر نحللهم مشاكلهم، وعشان نقدر نربيهم بالطريقة اللي تقنعهم مش تبقى مفروضة عليهم.
وعشان نقدر ندخل عالمهم لازم ان احنا نخليهم يثقوا فينا ونسمع لهم كويس. مس صفاء، ممكن تسمحي لنا نبقى نيجي نقعد مع حضرتك شويه نفهم شويه حاجات تخص البنتين؟ طبعا يا فندم بكل سرور. محكمه اتفضلوا. السادة المحلفين، حكمت المحكمة ببراءة المتهمتين مع التشديد على عدم حضور أي أفلام مرة أخرى، واستشارة الكبار سواء كان الوالدين أو المدرسة أو رجال الدين في أي مشكلة يشعر بها أي طرف، مع توصية شديدة على الوالدين بالاهتمام والمتابعة الشاملة للأولاد في كل شيء، ولكن مع إعطاء حيز الحرية المناسب لكل سن، والاهتمام بالرعاية وتعليمهم الاستشارة الدينية المناسبة واللازمة في بعض الأحيان إذا لزم الأمر، كما نوصي بأن تتابع المدرسة جيداً ما يحدث بين التلاميذ في فترة البريك، وتوصية شديدة أيضاً بتوصيل هذه القضية إلى أصدقاء سلمى الذين لم يحضروا الجلسة وكانوا مشاركين في بعض الأحداث. رفعت الجلسة. حكمت المحكمة حضورين وخلصت مشكلتي في القضية، استنونا في المرة الجاية نشوف الحب في قضية تانية، يا ترى هتكون المشكلة ايه والقاضي يحكم فيها بايه؟ انا حاسة ان انا هتلخبط جدا في الكلام. في محكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمة في مدرسة معمولة واحكامها سهلة ومعقولة. هكمل من هنا تفضل جمله ثانيه اهي بابا لحد الترابيزه. المحكمه جد الجد ومش تمثيل. يا عم قلت لك مش عايز الصوت. مدرستي شوف الحكم على التلاميذ. طب انت ليه خلعتني؟ وليكن في اوفر لاب، في حوار دايب، حوار دايب ما بينكم انتوا الاثنين قبليها. مدرسه معموله واحكامها سهله. يلا من الأول.